السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله ناخد مع بعض درس جديد وانتصارات بلدنا عبر العصور. هنتكلم في الدرس النهاردة عن انتصارات الجيش المصري عبر العصور المختلفة. هنبدأ بعصر الدولة القديمة. في بداية الأسرة الثالثة، مصر تعرضت لهجوم من قبائل عايشة على حدود مصر الشمالية الشرقية، فبدأ الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في توحيد جيوش أقاليم مصر كلها ونظمها وسلحها، ونجح في صد هجمات القبائل وحماية أراضي شبه جزيرة سيناء. أما في عصر الدولة الوسطى، تعرضت مصر للغزو من الهكسوس بسبب كثرة الصراعات بين الحكام، وعمت وانتشرت الفوضى في البلاد، وظل الهكسوس يحكموا مصر لمدة قرن ونصف، حوالي 150 سنة. أما عن تحرير مصر من الهكسوس، تحررت مصر في الأسرة ال17 على يد الملك أحمس بتشجيع من والدته الملكة إياح حطب، علشان كده أحمس اتلقب ببطل التحرير وطارد الهكسوس ومؤسس عصر الدولة الحديثة. دور الملكة إياح حطب في تحرير مصر إنها شجعت ابنها الملك أحمس على تحرير البلاد، وذلك بعد مقتل أبيه الملك سقنن-رع وأخيه الأكبر كاموس. أما في عصر الدولة الحديثة، فالملك تحتمس الثالث قاد 16 حملة عسكرية لتأمين حدود مصر، ولم يهزم الجيش المصري خلال فترة تحتمس الثالث، وتعتبر معركة مجدو من أشهر المعارك للملك تحتمس الثالث. معركة مجدو قرر الملك تحتمس الثالث مفاجأة العدو بأن هو أخذ طريق للدخول للمدينة، طريق غير متوقع وطريق كان صعب وخطر جدا، مر من خلال ممر ضيق لا يسمح إلا بمرور شخص واحد بس، فأمر الجنود بحمل الأسلحة وفك العربات وحملها، وقاد الجنود الأحصنة في خط واحد وراء الملك، والهجوم ده أدى لمفاجأة أمراء آسيا بقيادة أمير قادش، وهربوا داخل مدينة مجدو. فأمر الملك تحتمس الثالث بحفر خندق حول المدينة وحاصرها حتى استسلم العدو، وانتصر الجيش المصري وبرهن وأثبت الجيش المصري على قدرته الإبداع والتخطيط الجيد للحرب. أما الملك رمسيس الثاني خاض العديد من المعارك ضد الحيثيين اللي استولوا على مناطق كتير في الإمبراطورية المصرية، وكان أشهر تلك المعارك معركة قادش. معركة قادش اشتهر بها أو كانت بقيادة الملك رمسيس الثاني ضد الحيثيين في سوريا، وانتهت بتوقيع الملك رمسيس الثاني أول معاهدة سلام في التاريخ مع ملك الحيثيين، والمعاهدة ضمنت تحقيق الأمن والاستقرار للطرفين. أما في القرن العشرين، من أهم الحروب اللي خاضتها مصر هي حرب السادس من أكتوبر سنة 1973، كانت بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتحرير أرض مصر من الاحتلال الإسرائيلي. في الوقت دوت نشر الإسرائيليون قبل حرب أكتوبر أسطورة أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر، وضعوا خطط لتأمين خط بارليف. خط بارليف هو عبارة عن تحصينات عسكرية بنتها إسرائيل على طول خط القناة علشان المصريين ما يقدروش إن هم يعبروا قناة السويس، لكن استطاع الجيش المصري بالإيمان والتخطيط الجيد والعمل الجاد إنه يفاجئ العالم كله بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف في 6 ساعات فقط. حقق الجيش المصري انتصار كبير أذهل العالم وأذهل العدو نفسه، وعبر الرئيس محمد أنور السادات عن هذا الانتصار في خطابه أمام الشعب بعد حرب أكتوبر، كان في مجلس الشعب، وقال أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدراسة أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 1973. في عام 1979 وقع الرئيس محمد أنور السادات معاهدة سلام مع إسرائيل، واستعادت مصر بعدها أراضيها في سيناء. استخدم الجيش المصري اللغة النوبية كشفرة في الاتصالات اللاسلكية، ونجح في تدمير خط بارليف، ده كان خط حصين زي ما قلنا، وقدر ان هو يدمر الخط باستخدام خراطيم المية، وبذلك اثبت الجيش المصري قدرته على الابداع والتخطيط الجيد للحرب. طيب السؤال هنا، اشمعنى اللغة النوبية اللي اختارها الجيش المصري المستخدمة كشفرة؟ لان اللغة النوبية لغة مش معروفة في العالم ومحدش يعرفها الا النوبيين بس، الا اهل النوبة فقط، فكانت لغة صعب ان تتفك الشفرة بتاعتها.
طب ازاي حققت مصر السلام عبر العصور؟ مصر كانت تحرص دايما على مشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي او اليوم الدولي للسلام، واليوم دوت يوم 21 سبتمبر من كل سنة. فمصر كانت وما زالت دايما بتحرص على تحقيق السلام، ولا تلجأ الى الحرب الا دفاعا عن ارضها وامنها القومي. والدليل على الكلام دوت عقد العديد من المعاهدات سواء قديما او حديثا. فحديثا عقد الرئيس محمد انور السادات زي ما قلنا معاهدة سلام مع اسرائيل، اما قديما فعقد الملك رمسيس الثاني معاهدة سلام مع الحيثيين. وبفضل السلام استطاعت مصر التركيز على مشروعات التنمية والتطوير لتحسين حياة المصريين بدل من انفاق موارد الدولة على الحروب، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الحروب مكلفة جدا. اما عن اخلاق الجيش المصري عبر العصور، بيتميز الجيش المصري عبر تاريخه الطويل بالقيم والاخلاق الحميدة اللي ميزته عن اي جيش موجود في العالم، وفي مقدمتها انه لم يكن ابدا جيش يحارب بهدف العدوان او الاحتلال او الاعتداء على حقوق الغير، وانما كان بيحارب بس دفاعا عن ارضه. كما ان الجيش المصري او الجندي المصري كان بيميزه الشجاعة والصبر والثبات عند الخطر. اخر جزء هنتكلم عنه ازاي المصريين خلدوا انتصارات الجيش المصري. تم انشاء متحف بانوراما حرب اكتوبر في مدينة القاهرة، ده لتخليد ذكرى انتصار مصر في حرب اكتوبر سنة 1973، ويضم العديد من اللوحات الجدارية اللي بتحكي بطولات الجيش والشعب المصري عبر التاريخ مش بس في حرب اكتوبر. كده نكون انتهينا من درسنا، على امل ان شاء الله الالتقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.